السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حضرتك الحال؟ الحمد لله. أنا كلمت سيادتك بخصوص قطعة الأرض، أنا اشتريت قطعة الأرض من 5 سنين. ايوه تمام؟ إيه. وبشكل سنوي بقيم قيمتها وبطلع الزكاة بناءً على كده، هي كل سنة بتحل إيه؟ بتبلغ النصاب. تمام؟ هل يجب عليها الزكاة فعلاً؟ أنا بتأكد، بس أنا يعني عملت ما بحث. هو الآن بس عفوا، مش عملت بحث ولا بحثات، هي الآن الأرض هذه قنية، اشتريتها قنية لك ولأولادك لعلك تبنيها لعل أي غرض، ولا تجارة أنت تاجر أراضي؟ لا مش تاجر أراضي، تاجر عقار. مالي. ليس عليها زكاة، ليس على البيوت زكاة. ليس عليها زكاة. أي نعم.